اللقاء الخالد، لقاء القمم. تستمعون الآن أيها الأعزاء إلى بروفة آخر أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لحن لم يتم بصوته، أغنية لم يمهله القدر أن يشدو بها أو يترنم بها ليقدمها إلى جمهوره الحبيب، وهي من غير ليه. التقى فيها قطب الغناء والموسيقى عبد الوهاب وعبد الحليم والشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز. إنها بروفة أغنية، بروفة بذلنا فيها الجهد الكبير بعد أن مرت عليها سنوات وسنوات حتى نستطيع تقديمها لجمهور العندليب الراحل. بروفة تعيش في وجدان الناس جيلا بعد جيل. إنها بروفة من غير ليه. مشاوير مرسومة الخطوية نمشيها في غرور بالتلالي. ده مشاوير مرسومة الخطوية نمشيها في غرور بالتلالي. ده يوم تكرمنا ويوم تفرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه. وزي ما جينا جينا ومش بجديد بجديد جينا وزي ما جينا جينا. لو كان كلام علي أحلى ومش بدينا بدينا. والكلمه حلوه، الكلمه يعني تخش القلب حتى في عز عذابه.
ولقيت روحي ولقيت روحي حتى الوقت عايش على حب عالي. ليه الكلمة اللي هي ايه؟ كلمة حلوة، كلمة هي وش الان الحقيقة عايز احسس عشان مش عاوز العذاب. ليه؟ ليه؟ ليه حلو؟ انت في الحاجات حلو لانك انت يعني في من يرجي ليك لك انك بتعبر بايدك عن اللي فيك. وتيجي تقول لي مثلا اكوان مش عارف ايه يعني دنيتي مني
تغير يا رب.